راحت تنتشر بسطات الخضار والفاكهة على طول الطرقات النبطية هربا من الإيجارات المرتفعة. فالحرب أسهمت في دفع كثير من تجار الأزمة إلى رفع بدلات الإيجار التي تخطت $500 في كثير منها. بالنسبة للأجارات لأنه غالي ما قدرنا نستأجر محل. إذا الشقة ب 500 الأجار المحل ب 300 و 400، كبرك تجيبي بضاعة وتستأجري محل، ما فيك تستأجري محل. أجر محل فأجاره ما بيغطي المنطلق، فاضطريت إني أعمل بسطة صغيرة هيك حد الفان بالنسبة للوضع. يحمل العم أبو محمود إبريق قهوته العربية متأهبا لبيعها، هو نفسه الذي كان يبيعها عند جسر الخردلي قبل اندلاع الحرب ليحط رحاله في النبطية الفوقة. طبعا عم نتحدى اللي عم بيصير واضطريت انه افتح لاقدر اعيش بهالبلد مثل غيري، وغلش انا بالخضريات من برا بجيب من الاسواق، لا بجيب دغري من المصدر من عنا من القرى اللي حدنا. دفعت الحرب كثيرا من ابناء القرى الحدودية لفتح بساطات على الرصيف لمواجهة تداعياتها الاقتصادية وتوفير لقمة العيش. زحل بالنسبة للعدو الإسرائيلي واللي عم يعملوا بغزة وعنا بالجنوب، فاضطرينا أنه نفتح لنعيش، يعني الوضع الاقتصادي صعب والوضع اللي عم يصير علينا القصف والترهيب اللي عم بيعملوا العدو الإسرائيلي. ينهمك محمود في تجهيز الخضار أمام بسطته التي وضعها عند دوار الكفور. أنا من معود جيب بضاعة كل يوم بيومه، والله بالنسبة لحركة البيع كانت قبل هلأ إيه كان فيها هلأ، بس هلأ شوي لأنه عم تتوسع الضربات والتهديدات من إسرائيل أنه العالم خايف، العالم خايف يعني من شلل. ما يؤلمه ليس الحرب وما تركته من دمار في بلدته كفركلة، بل يؤلمه استغلال الناس للإيجارات. الأجارات كل العالم عم تستغل، كل شيء عم يستغله، كل شيء استغلال خاص ناس الأجار. كان الأجار هون أحلى شقة كان ومفروشة ما كانت ب $200، هلا ب 600 و 700 و 500 و 450 قطين أو ثلاث غرف. للحرب انعكاساتها الخطيرة على كل شيء وتحديدا الواقع المعيشي، وزاد تأثيرها بغياب الدولة ومساعداتها. يعني دولتنا الكريمة ما حدا سأل، ما حدا طلع فينا كيف عايشين، شو عم تعملوا، شو عم بتساووا، مفروض تقوم هالدولة تطلع على المهجرين شو عم بيصير فيهم. يدرك أبناء الجنوب أن الحرب قد تطول وربما تتدحرج، وهذا يدفعهم لخلق فرص عمل لهم، فانتظار مساعدة من الدولة قد يطول ويطول، فهي لم تحضر ولن تحضر. لغايات في نفس يعقوبهم، وحدها بساطهم التي راحت تنتشر في الطرقات تؤكد على حقيقة واحدة، أن لا شيء يكسر عزيمة من ترك منزله ليبقى الوطن. لموقع جزين تحكي، رنا جوني.